هذا ورق من البلد. استاذ بعد نعم كنت تسال عن الاقصى عشان هيك الاستاذ هو صاحب الارض لو شرح افضل من رسالتنا اليوم هي رساله التمسك بالثوابت الفلسطينيه وتمسكنا بحق العوده الى فلسطين ورفض مبدا التطبيع مع العرب ومطالبتنا المستمره بكسر الحصار الظالم عن قطاع غزه لأن هذا الشعب الذي أخرج من أرضه في العام 48 ما زال حيا لم يمت وكل محاولات الزيف والتضليل التي تمارسها إسرائيل اليوم بإقناع المجتمع الغربي بالدعوة لليوروفيجن هي دعوات كاذبة مضللة لا يعني تعاكسها وتكذبها الواقع التي نعيشه اليوم في غزة والتي تخرج اليوم مئات الآلاف من أبناء شعبنا يطالبون بالعودة إلى فلسطين إلى حيفا وإلى يافا وإلى تل الربيع حيث أغنية اليوروفيجن لذلك نحن هنا متمسكون بحقنا وسنصل بعون الله إلى حقنا حتما كل العالم من حولنا كفى ظلما كفى استبدادا 71 عاما وهم يتفرجون علينا ونحن نقدم التضحيات والشهداء والجرحى والأسرى لكي نعود لأرضنا هذا الأرض من حقنا وعلى العالم أن يقوم بدوره الحقيقي في الوقوف إلى جانبنا واستعادة أرضنا من هذا المغتصب المحتل وأن تكون هذه القوانين والقرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة تنفذ وتكون على أرض الواقع.